السلام عليكم، أهلا بكم في قناة المستر. النهاردة هنحل كتاب المعاصر تاني إعدادي الوحدة السابعة الترم التاني الدرس التالت والرابع من صفحة 32 ل 43. انتظرونا. صفحة 32. واحد، to give the opposite، لإعطاء العكس، of the adjective possible، من الصفة possible يعني ممكن، we add the prefix، منضيف البادئة m، I am، عشان تبقى العكس يعني. اتنين، to turn the verb، عشان نحول الفعل addict بمعنى يدمن into an adjective، إلى صفة، we add the suffix، نضيف اللاحقة ed عشان تبقى الصفة. تلاتة، let me help you علي، اسمح لي ان انا ايه اساعدك يا علي. let has the same meaning، تدي نفس معنى كلمة ايه allow، يسمح. اربعة، drag بمعنى يسحب يجر، has the opposite meaning، هي لا عكس ايه كلمة ايه push، معنى يدفع. خمسة، headache اللي هي معناها صداع، means a pain، تعني ألم، in someone's head، في رأس شخص ما، ألم في ايه في الرأس، يبقى الصداع هيدك. صفحة 36. واحد، don't use too much social media، استخدمش ايه السوشيال ميديا اكتر من اللازم، or you will be not to them، وإلا هتكون مدمن addicted، مدمن لإيه للسوشيال ميديا. اتنين، pull this not towards you to start the machine، يعني اسحب هذه الإيه تجاهك عشان تشغل الماكينة، ليفر رافعة أو ذراع التشغيل عشان تشغل الماكينة. تلاتة، people sometimes communicate with each other، يعني الناس أحيانا يتواصلوا مع بعضهم on social media، على التواصل الإيه وسائل التواصل الاجتماعي. أربعة، I spent hours watching videos، قضيت إيه ساعات أشاهد إيه فيديوهات إيه أونلاين عبر الإنترنت، and now I have a one، دلوقتي ايه حصل لي ايه صداع بقى هيدك. خمسة، if you don't، لو انت ايه نقط ذا لسون الدرس، you should tell the teacher، يجب تخبر المدرس، لو انت مش فاهم، don't understand بمعنى يفهم. ستة، we can only travel through، يمكننا ان احنا نسافر فقط عبر نقط، not time وليس الزمن، عبر الفضاء space. سبعة، I think it's، اعتقد انها ايه to travel in time، تسافر ايه في الزمن، it can't happen، هذا لا يمكن يحدث، ده مستحيل، impossible. تمانية، the door was very heavy، الباب كان تقيل جدا، so we had to not it open، لذلك اضطرينا ان احنا ايه نسحبه كده عشان ايه نفتحه، بول يسحب يجر. تسعة، My father is a وان، بابا يكون ايه نقط دكتور، طبيب ايه، he knows everything، يعرف كل شيء، about medicine، عن الطب، فهو طبيب expert، خبير. عشرة، I can't find my watch، it's، انا مش لاقي ساعتي، انها ايه disappeared، اختفت. حداشر، I'd like to، انا اريد ان انا ايه نقط my new photos، الصور الجديدة بتاعتي، with my friends، مع اصدقائي على الانترنت، عايز شير، أشارك الصور دي. 12، نقط means تعني to look around a place، تلك نظر ايه في مكان كده، where you have never been، اللي هو ايه المكان ده عمرك ما روحت فيه، in order to find out، عشان تكتشف، what is there، ايه اللي موجود فيه، يعني explore، يستكشف، يستكشف. صفحة 37. 13، not means very bad، يعني تعني ايه سيء جدا، not nice at all، ليس لطيف على الاطلاق، اللي هي كلمة horrible، معنى فظيع سيء. 14، I took عمر's book، انا اخدت كتاب عمر، not mistake، by mistake، يعني ايه بالخطأ كده. 15، sitting next to the fire، الجلوس بجوار ايه اللي هي النار او المدفأة، نقط the old woman warmer، يعني ايه خلت الست ايه تكون اكثر دفئا، جعلت يبقى ميد. 16، you should، يجب عليك، not a break، انك ايه تاخد استراحة، after sitting on a computer، بعد الجلوس ايه امام الكمبيوتر لوقت طويل، ياخذ استراحة، have a break.
صفحة 38، ودي الصفحة العرض زي ما اتفقنا بقى، ان هو ايه، في هنا شرح وده تطبيق عليه. فايه هنقولها باختصار كده، عمرو اند علي، عشان الكتابة صغيرة يعني حجمها صغير، عمرو وعلي بيتكلموا عن التكنولوجيا. فعمرو بيقول do you know much about technology، هل تعرف الكثير عن التكنولوجيا؟ علي هيرد يقول yes I do. فبيقول له هنا what types، ما انواع التكنولوجيا do you use، اللي بتستخدمها كل يوم. ممكن نقول الاجابة ديت I use a smartphone، أستخدم تليفون ذكي، and a tablet، والتابلت. فسأله سؤال، قال له I use the internet، بستخدم الإنترنت to communicate، عشان أتواصل مع أصحابي على الإنترنت. هقول له هنا إيه، لماذا تستخدم الإنترنت؟ Why do you use the internet؟ دي ثلاثة. أربعة، سأل سؤال، رده قال yes، يبقى ده استفهام بإيه، هل. والأحيانا بيكون عندي مشكلات على الايه، على النت، بقى لازم نقول هنا ايه دو. ليه؟ لان هنا هاف ديت كفعل اساسي مضارع بسيط، استخدم فعل مساعد دو عشان السؤال، نحول اي الى يو. دو يو هاف بروبلمز اونلاين. وفي الاخر بقى بقول ماذا يجب علي افعل لو انا ايه قلق بخصوص شيء ما على النت. هقول له يجب انك ايه تخبر والديك او مدرسك. يو شود تيل يور بيرنتس. المحادثة الثانية، ريم وماي بيتكلموا عن ألعاب الكمبيوتر. ريم بتقول can I ask you some questions، ممكن أسألك بعض الأسئلة؟ هترد وتقول لها إيه yes of course، نعم بالطبع، أو أي إجابة مناسبة تانية. السؤال الثاني في هنا نو، يبقى استفهام بهل، هنقدم ار ديت. are all computer games bad، هل كل ألعاب الكمبيوتر ضارة سيئة؟ لا لأ، بعضها بيكون كويس. ثالث سؤال، قالت لها because، لأن some of them، بعض منهم، can help you، تساعدك تتعلمي أشياء. هتقول لها إيه، لماذا تعتقد ذلك؟ why do you think so؟ إجابة السؤال الرابع no I don't think so، لا أعتقد ذلك. قلت لها هل تعتقد إن هي إيه يكون مفيد نلعب ألعاب في وقت متأخر ليلا، لألعاب الكمبيوتر دي مثلا؟ فقالت لها بعد كده what should I play instead، طب ألعب إيه بدلا من ذلك؟ ممكن تقول لها دي you should play football، لعب كورة، مارس أي رياضة. هي إجابة مناسبة. صفحة 40، ودي أسئلة الإيه القواعد، لازم نذاكر القاعدة الأول قبل ما نحلها. رقم واحد، if you feel tired، لو أنت تشعر إنك إيه متعب، you not have a rest، يجب إنك تاخد راحة، يبقى الإجابة هنا إيه should، يجب. اتنين، you not swim in the sea، إنك تعوم في البحر، if it is very cold، لو الدنيا إيه برد جدا، أو لو البحر ايه بارد جدا، مهم يعني، يبقى لا يجب عليك انك تعوم في البحر في الحالة دي shouldn't. تلاتة، if you feel ill، لو انت تشعر انك مريض، you not a doctor، يجب انك ايه تزور الطبيب should see. اربعة، if you not do your homework، لو انت ما تعملش واجبك، you should apologize، يجب انك تعتذر للأستاذ بتاعك، يبقى لو ما عملتش الواجب. فهنا طبعا اف هيجي بعدها مضارع بسيط منفي مع يو بننفهم بايه don't. خمسة، if you feel worried، لو انت تشعر انك قلق، about something، بخصوص شيء ما، you not tell a parent، يجب انك تبلغ والدك او والدتك يعني، or a teacher، او معلمك، يجب يبقى should. رقم ستة، في هنا should يبقى لازم يجي فعل في الايه، في المصدر تبقى stay، عشان دفاع اس دي معاها تو ودفاع ing، يبقى ما تنفعش. صفحة 41، if you want to get high marks، لو عايز تجيب درجات ايه عالية في الرياضيات، you not will، يجب انك ايه تذاكر بطريقة جيدة، يبقى الإجابة ايه should study. 8، you not eat many sweets، تأكل حلوى كتير، if you have، لو انت عندك ايه مرض السكر، يبقى لا يجب انك تأكل حلوى كتير shouldn't. رقم 9، if it not really hot outside، لو الدنيا حر ايه بالخارج، خارج المكان يعني، خارج المنزل، you should take an umbrella، يجب انك تستخدم الايه او تاخد معاك اللي هي الشمسية. المهم في هنا اف والجملة التانية فيها should زائد المصدر، يبقى هيجي هنا مضارع بسيط، تبقى الاجابة is. 10، she not go outside،
when it gets dark لما الدنيا تظلم لا يجب ان هي تخرج، لا يجب shouldn't. بس ايه اللي تعتمد على ايه؟ على معنى الكلام وعلى تركيب الجملة. السؤال اللي بعده الإجابات جاهزة، بس عايزين نعرف سبب الإجابة. واحد when والجملة الايه التاني فيها شوت زائد المصدر، هيجينا مضارع بسيط من فلت هتبقى فيل. رقم اتنين حسب معنى الكلام بقى، لا يجب عليك انك ايه تتأخر، تسهر متأخر يعني لو انت عايز تصحى بدري، الصح ان انفو شوت تبقى شودنت. تلاتة شود يجي بعدها الفعل في المصدر من ترايز هتبقى تراي. أربعة ده حسب معنى الكلام هتبقى على هيئة نصيحة بقى، وين هنا بعدها مضارع بسيط يبقى هنا يجب ايه، يجب انك تلتقط شود بك، تقول لما ايه تلقي القمامة، تسقط قمامة على الأرض يجب انك ايه تلتقطها. رقم خمسة قلنا شود يجي بعدها مصدر بدل فايندينج هتبقى فايند. رقم ستة وين وقبلها شوت زائد المصدر يجي بعدها مضارع بسيط من بلايد هتبقى بلاي. كله بقى ايه على نفس الايه القاعدة دي. سبعة اف والجملة التانية فيها شوت زائد المصدر فهيجي لنا مضارع بسيط، يو طبعا بنحذف الاس تبقى ثينك. تمانية في وات يبقى دي على هيئة ايه، على هيئة سؤال، والرد حتى بقول له يجب عليك انك ايه تقول لوالديك، يبقى ماذا يجب علي ان افعل، should I do. تسعة should يجي بعدها مصدر نحذف الاس تبقى turn. عشرة حسب المعنى بقى وعايزين فيها، في هنا when ويجي بعدها ايه is مضارع بسيط فبيقول لا يجب انك تأكل ايه الطعام لو ما زال ساخن، يبقى الصح بدل not eat shouldn't eat. صفحة 42 وديت ايه محادثة احمد وعمر ار توكينج بيتكلموا عن ايه تكنولوجي التكنولوجيا. فعمر بيقول what types of technology ما انواع التكنولوجيا do you use انت بتستخدمها، ممكن نقول الاجابة ديت I use a smartphone بستخدم ايه تليفون ذكي. بيقول له هنا why do you like it يعني ليه ايه بتحب التليفون ده، ممكن نقول او ليه بتحب التكنولوجيا، ممكن نقول because it is useful لانها مفيدة، أو ممكن نقول to talk to my friends كي أتحدث مع إيه أصدقائي. رقم ثلاثة سأل سؤال قال yes I am addicted to it now، نعم أنا إيه مدمنه دلوقتي، مدمن التليفون دلوقتي، يبقى هيقول له إيه هل أنت إيه مدمن التليفون دلوقتي، نحول هنا I am ديت إلى are you، يبقى are you addicted to it now. أربعة سأل سؤال I use it to take photos، انا بستخدمه اللي هو الموبايل يعني المقصود بيه تو تيك فوتوز عشان التقط صور اند جو اونلاين وادخل على الانترنت، يبقى هيقول له ايه انت بتستخدم التليفون ده في ايه وات، وهنا يوز دي مضارع بسيط نجيب فعل مساعد دو ونحول اي الى يو، وات دو يو يوز ذا فون فور بتستخدم التليفون لايه. عمرو قال له يو شود كيب ات سيف يعني تخلي ايه التليفون بتاعك في امان محدش يعني يخترقه وهكذا يعني ده المقصود، هقول له يو ار رايت عندك حق. السؤال اللي بعده اختياري واحد ماي بيرنتس دونت يعني ولدي ايه نقط مي تو واتش تي في ات نايت انا اتفرج على التلفزيون ليلا، ولدي ايه لا يسمح لي دونت الاو. اتنين يو شودنت لا يجب عليك نقط اوتسايد بالخارج خارج المكان فور تو لونج لوقت طويل if it is very hot لو الدنيا حر جدا في الصحراء shouldn't stay لا تبقى ايه بالخارج وقت طويل مش الدنيا حر. ثلاثة نقط is a pain in your head ألم في رأسك اللي هي الصداع headache. أربعة I have another نقط of this book أنا عندي ايه أخرى لهذا الكتاب you can take it ممكن تاخدها عندي نسخة تانية ممكن تأخذها يبقى copy. خمسة اتس نقط فور ان إليفانت تو فلاي ان الفيل ايه مستحيل يطير impossible مستحيل. ستة ماي ليتل سون ابن الصغير از نقط تو واتشنج فيديوز اونلاين انا مشاهدة الفيديوهات على الانترنت هو مدمن addicted. سبعة بيقول الفيس والواتس والانستا دولت امثلة للايه السوشيال ميديا وسائل التواصل الاجتماعي.
صفحة 43 8 You shouldn't watch videos، ده يجب عليك تشاهد الايه الفيديوهات على الانترنت. If your head، لو رأسك ايه تؤلمك hurts. هنا عندي if خلاص، وقبلها should منفية يعني والمصدر، فهيجي في الجملة اللي بعد if مضارع بسيط، head دي مفرد نختار الفعل اخره s. 9 You shouldn't، shouldn't يجي بعدها المصدر، المصدر في الأربعة waste، لا يجب عليك انك تضيع وقتك. رقم 10 What not I do، يعني ماذا يعني يجب علي أفعل. If I want to come first، لو عايز أطلع الأول في الامتحانات، هنا if وبعدها مضارع بسيط، فهيجي هنا إيه should زائد المصدر، يبقى الإجابة should. السؤال اللي بعده عايزين نعرف سبب الإجابة، إجابة جاهزة. الأول بنحل قبل ما نشوف الإيه الشرح عشان نستفيد. 1 if وقبلها should زائد المصدر، فهيجي هنا مضارع بسيط مع شي، نختار ايه هنزود للفعل اس، جو هتبقى جوز. رقم 2 نفس الكلام، الاف هنا والجملة التانية should زائد الايه المصدر، هيبقى هنا مضارع بسيط، هو عايز ينفي عشان المعنى، هننفي بدونت بقى، ليه؟ لان الفعل يو، يبقى الاجابة دونت فيل. 3 اف في النص وبعدها مضارع بسيط، فهيجي هنا ايه عشان تبقى حسب المعنى بقى نصيحة بس منفية، stay up هتبقى shouldn't stay up، يبقى المعنى الصح بيقول هنا ايه لا يجب عليك انك ايه تسهر متأخر كده لو انت مضطر تستيقظ مبكرا. رقم 4 shouldn't يجي بعدها مصدر، نحذف ال ing تبقى walk. وصلنا لنهاية الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.